مباراة فريدة غير معهودة جمعت منتخب سوريا بكرة القدم للسيدات مع قدام الكرة ممن كانوا يوماً نجوم المستطيل الأخضر وفرسان الكرة السورية بزمن تنوع بين منتخب الستينات والسبعينات والثمانينات. مباراة أريد منها تحضير منتخب السيدات قبل الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة غرب آسيا المقررة نهاية العام الجاري. قد تكون خطة التحضير غريبة لكنها حصة أعادت الذكريات وحديث الصداقة كانت كرة القدم السبب الأول فيها. الكابتن مخلص هو معلمي وهو اللي حيكون حارس مرمى. أنا حألعب جناح يمين وأتمتع وأتفرج عليه. شمعنا أنا وكابتن صفوان منتخب العسكري لعبنا بطولة عسكرية. كان كتير كابتن صفوان من الحراس الجيدين، بعدين تركني بالعسكرية وراح للسعودية تخصص بالتدريب وصار مدرب حراس من كبير مدربين حراس بسوريا. الكرش اليوم حيأثر شيء على المستوى؟ ما له علاقة. انتوا هلا صوروا بتتفرجوا بتشوفوا يعني اذا كان بيأثر ولا ما بيأثر. هذا كابتن الكرش وجاهه، وكابتن صفوان هذا كرش مو كرش منسب ما منسب، هذا كرش بس بيبسي على الحل، بيبسي وفقط لا غير. زين الميزة الحلوة كتير بكرة القدم انه تلاقي حالك مرة بين رفقاتك، بين اصدقائك، بين تاريخك الماضي، بين تاريخك الحاضر، اللاعبين عم يتفرجوا عليك برا، شيء كتير حلو، ولازم هي تستمر القصص هي كتير للقدامى. كابتن منتخب سوريا 12 سنة وفريق الشرطة والجيش، لذلك يعني احنا بنحب هيك نلتقي على طول الشباب. هي الإدامة اللي صار في شوية يعني هي الظروف كمان والحياة المعيشية، بس كعطول احنا كنا نلتقي ونطلع نلعب بشهبة ونلعب يدعونا أندية يعني حتى يشوفوا هالوجوه هي اللي كانت اللي عطت للكرة السورية. احنا عملنا هالجمعة هيك جمعة لاعبين القدامى اللاعبين يعني هيك بس نذكر هالعالم فيهم نشوف ونرجيهم انه في منتخب سيدات بالبلد. مجريات المباراة قد لا تكون تقليدية وصورة اللاعبين متفاوتة بين شابات متحمسات للكرة وخبرة عكست عشق اللعبة وروح التشجيع والمثابرة. كابتن اليوم عم نشوفك مدرب لقدامى منتخب سوريا، إذا خسروا على مين اليوم المسؤولية، على المدرب ولا على اللاعبين؟ أنا المسؤول على النتيجة. شو ما كانت النتيجة؟ ما كانت النتيجة تكون مدربنا مدافعان، كابتن خليل إبراهيم مدافعان، ما عنده خطة ولا عنده ترتيب لعب نهائيا. يعني نحن كان نربح أول شوط 10 بس قلة التخطيط تبع كابتن خليل خلتنا بـ5. الله المدرب لساته على العصر الحجري القديم، عرفت؟ هو عم يلعبكم بخطه شامله حسب ما قلت. شو هي الخطه انت؟ بس يوطوا انتم علوا، بس يعلوا انتم وطوا. نتيجه المباراه لم تكن مهمه، وان كان السعي يبقى للفوز لا غير، لينجح القدامى بكسب اللقاء بنتيجه 8 أهداف مقابل 5 للناعمات. فان خسرنا كسبنا حصة تدريبية. جمع للإدامة وجمع للحبايب اللي صرنا 25-30 سنة ما شفناهم. فجمع حلوة وأنا بتمنى إنه يكون في تكرار دائما لهيك نشاطات. هلا المباراة كتير حلوة ومنتمنى إنه دائما يصير هيك مباريات، منهم نتشجع منقوى بصير إنه خصومة أقوى. مثلا نحن فريق إنه ما في فرق بنات إنه تنافسنا أو إنه نقدر نحتك فيها، أما كرجال عم نقدر نحتك فيهم. نحن بنتمنى إنه يكون عنا مباريات كانت مع السيدات، بس للأسف هون بسوريا ما في غيرنا سيدات، عشان هيك نحن عم نعمل مباريات ودية مع كان مع منتخب القدامى أو عملنا مع الحكام أو الناشئين أو إن شاء الله هذا الشيء يكون شيء إيجابي للبنات لحتى بس نطلع من إطار التمرين شوي ونغير عن التمرين. اللعبة حلوة وكتير استمتعنا بس كان في تعب شوي. هو صحيح كرة القدم للبنات كتير قليلة، بس نحن عنا يعني لازم نضل عم نتابع مشان نشجع البنات أكثر يلي عندها هالهواية، وهالمباريات كتير بتهمنا مشان يعني بتعطينا قوة وحتى بتعطينا خبرة أكثر، بما أنه يعني منتخب سوريا قدامى يعني نحن بناخد منهم خبرة أكثر. مراسل برنامج خط المنتصف استهان بقدرة من كبرت كروشهم وعدت سنين طوال على مهاراتهم الكروية، فقرر المشاركة، لكنه على ما يبدو اكتشف أنه لن يجاري من أبدع يوماً في عالم المستديرة ولو أصبح بعمر 90، فهم تفوقوا وهو نال من الفوز الإصابة.
كابتن مازي مرحبا. اهلا وسهلا. كذا كره من ناحيه الشمال كنت فايت فيها انت وسببت بهدف، شفت اني على الهدف اللي صنعته اليوم؟ لا انا ما صنعت هدف، انا سببت هدف ضد فريقي، ما في لياقه يعني بدك تعذرني بس هذا الموضوع. بشكل عام بقول لك يعطيك العافيه وما قصرت، كنت منيح بالشوط الثاني، ويا ريت كل الصحفيين وكل المذيعين يجوا لعنا ويلعبوا ويجربوا كره قدم، يشوفوا الفرق ما بين الاذاعه وما بين كره قدم. اكيد في فرق كبير، نحن بنحكي اما انتم بتفعلوا بارض الملعب. اهلا وسهلا.